كيما اليوم. رجعنا لكم انتم ما تسمعوا في البري ماتينال على اكسبريس اف ام 26 دقيقه بالضبط، موعدكم في جوله على اهم الاحداث اللي صايره في نهار كيما نهار اليوم 18 ماي. 1803 المملكه المتحده تعلن الحرب على فرنسا بعد ما دخل نابليون بونابرت في شؤون ايطاليا وسويسرا. 1804 تنصيب نابليون بونابرت الزعيم والامبراطور الفرنسي امبراطور على المملكه فرنسا. كما اليوم 1899 انعقاد مؤتمر لاهاي الأول للسلام بحضور 26 دولة، وين تم الاتفاق على حل المنازعات بطريقة سلمية. 1974 الهند تنجح في أول تفجير نووي لها تحت عنوان ابتسامة بوذا، وين تولد سادس دولة نووية بالعالم بعد أمريكا والاتحاد السوفيتي وفرنسا والمملكة المتحدة والصين. وأخيرا في حادث مأساوي في نهار كيما نهار اليوم 18 ماي، موت ما يقارب 110 أشخاص في تحطم طيارة بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة الكوبية هافانا. تقريبا كانت هذه أهم الأحداث والأخبار اللي سايرة في نهار كيما نهار اليوم 18 ماي. بعد شوية نعطيكم لمحة وفكرة على أهم المواضيع وأهم الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا في إكسبريس أف إم، لكن قبلها جولة على الأخبار على الصعيد الوطني.